السلام عليكم العشرين بعد هي الاولى وانا جالس اخاي سيمول هي راك عارف بلايص ديال ديما جالس والله جالس ما بيما عليا شاد واحد الكتاب ديال العلم تنقرا بحال هكايا ما ينزل عليك راه بعد يلا بزاف شوف اصاحبي شحال ديال الكتوبه اللي فينا نشوف فين نونو سات وشنو ماد ماكس وما شنو هذيك جاني ميساج في الانستغرام قال لك واحد الفيديو راه نوايدي فيه رساله. الاعلان اللي غادي نشوفوا دابا شويه الاخوان عندنا فيه نسبه على كل واحد غادي يشري البرودوي سول لي انتريسي بهذا البرودوي هذا غادي يعاوننا بزاف الا شرا من الليان اللي كاين في الديسكريبسيون. اكتشف سر البشره الجميله مع مرهم التبييض بالاعشاب الطبيعيه المصمم خصيصا لمعالجه مشاكل تصبغ الجلد. يعمل هذا الكريم الفريد على ترطيب وتغذيه بشرتك بفضل تركيبته العشب الغنيه بالمكونات الطبيعيه المغذيه. ستلاحظين الفرق بعد بضع استعمالات فقط حيث تصبح بشرتك أكثر إشراقاً وتوحداً. احصلي على بشرة تستحقينها اليوم. الفيلم الذي يبحث عنه الجميع يعني كل شيء تقلب عليه كل شيء بس عرفت في معلومات تلقى شي معلومات على شي بلان دخل بها العاقة ولا تتقف راس دار الدعاء ما يا خليفة وبالنسبة للناس اللي ممثلين في هذا الفيلم حنا راه ضحكنا راه مطلعينا باش ما يتقلقوش علينا اصحاب الفيلم الدريات الوالد والوالدة راه مات الله يرحمه ووصوني عليكم انا اخوكم الصغير الموت مسكين ماتوا الوالدين دابا هو الراجل خصو يتهلا في خوته واخا ما عندنا باش نخلصوا الكرا ولكن ربي كبير ما كيسد باب حتى كيحل البيبان انا غندير المستحيل ان شاء الله تدفع لهم الباكير يعني واخا دعوا البيبان اصاحبي راه ثلاثه اي بصح شحال عندهم من الباب انا غندير المستحيل باش نجيب لكم ما تاكلوا راجل الله يتا راجل لا رجوله باش يقول لك انا نخرج ندير المستحيل باش يخدم على خوته بصح الرجوله الرجوله راه والله رساله وكان شي واحد وكان اخي سيمو شي واحد رعوينه يقول لهم خرجوا جيبوا لنا انا نقول لهم انا الله يرحمهم خلوا لي ثلاثة الدريات انا غندير اي حاجه ثلاثه المناديف خلوا لي ثلاثه المناديف هاسيد ان شاء الله في راسكم بزاف هذا البيت وقيلا بقى يدخل فيه كل شيء هذا مصدع هذا واش هو غايقد لينا بماكياجنا وبلبسنا ايوا اش تي سخطه دابا هو الدري مسكين غادي يتكافح باش يعاون هي باغا الماكياج ولا كليدي الحمد لله باغا الصراول بزايره نعاوتي كيدوخ هاد عرفت غدير غنعيطو لايمن واحد الدري عشيه ونطلعو قصه يلا خرج اصاحبي ويلا خرج هلا صافي خو مبيضق هادشي اللي كاين ما كاينش زهو والناشط عاد بهضر معاك ما كاينش شي وحده فيهم زعما لا لا قولي عاد بالله بشطار راه شي مخونا راه راجل راه يهز لا لا والو غنطيحو بخونا وهذاك الشيء والو انا وايمن البلانطو الكبيرة يجي مرحبا صافي جيب معاك صاحبك وجيب معاك فلوس وجي نقصر اليوم ايش انا جيب معاك صاحبك جيب معاك القشله وجيب معاك البيستاج الصاد غنبلبلوها اليوم يا التيتيز اخويا وانت راه محضر لك ربع التيتيزات قالت لي خواتها تا صاحبي عرفتي اش غنقول لك كيفاش ما حسبش مزيان ويك ما تخوم درتها عندهم اليوم انا تا الغدا خويا نمشي عندهم عايز صدري بشي تيست ما مساليش هذا فيه لا غيقل افهم اصاحبي دابا درا مقوالبي باش يدشن كتبقى تصدر صاحبك يتيستي هو الاول عاد باش عاد يرد عليك اخي الباب محلول اخاي شنو قلت لك هاد البويه تبقى كلشي يدخل فيه صاحبي ما بغاش يجي غيجي الراس وقال لها نجي عندهم بوحدي جيت عندك راه انا انتي باغاني انا ولا صاحبي صافي راه كليان عندك انا صافي كليان سامي الناس عندها حانوت عندها حانوت كبروا على راسهم ايه وصافي وغنمشي بحالي خواتاتك تبارك الله عليهم ها اللوز ما دبرش ليا ويلي على شوف خوها مشى مسكين يضرب تعمالة اجي تشوف اختك فلوسك اما راه فلوسك هاكي فلوسك انا باغي يكون بثلاثة هاي 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 تضرب تريبل غادي نشوف الخير نوضي لي غنشوف الخير خويا شقا غادي نوضي حتى حنا نشوف الخير سيمو هذا نوضي الاولى شا عايدين داكشي ديال عرض الازياء الاولى الثانيه الثالثه وهي عاد عاد جي الرابعه ما نعرف خوها الله وصلنا عليه بيت وفينا تبارك الله نعال الشيطان وقت يجي ديال ايوب تبارك الله عرفتي شنو ما صبرش انا صافي ما صبرش نطفي الضو دابا لا اه
اسي عطف الدو راه حاط رزقك من عطف الدو وحنا حاطين رزقنا تنتفرجوا الله يعطيك الصحه يا يا صوصه ديال الخبز نص منك ونص منك داع يا يا صراحة الله يعطيكم الصحة والله الله يمسخيت منه وداري شي بوسة وداري شي بوسة سامع انا بينو لي غي ساكتين وقال قلبهم ايه خوه مسكين يمسح بارك بريز يمسح الطنوبيلات مش يبطلهم 50 درهم حلال اخي وخوتو تيمسحوا ليهم تاهم البارك بريز 400 درهم لكن شي ميشين درهم وي اللي عطاهم 400 درهم اخي كنت جيتي عندي انا محنزر شي ماتش اخدي والو ما درتش حتى حاجه نيشان حتى الماتش الجاي حتى الماتش الجاي ولكن انا ما درتش والو ولكن راك تحاضي لكم خويا لي خدمت سيم وتي حدا باش كان صغير كان تيحدى الدراري ما نعرف هادشي اللي كان فيه انا عطاك 50 درهم ومرة الجاي ملي جيت ليا بقاي مريحة مش بقايش نمشي بصح يعني كليا الناس ولاو يعني راه ولا بروجي هادشي تمام كليا الثاني جاي ها الباب محلول اخي عاوتاني ليش عندكم بغيتكم تهلاو فيه شحال عندك غيكون عنده 17 فلاج مزيانة قادتك بعدا شحال بغيت ها وي ليك ابي انت مش حد بغيتي لي ما كاين والو لا تار بعافا حسب تضيات واش كتشي بارك علينا خويا راه كاينين حنا ثلاثه ما يمكنش تاخذ دايره بصح ضروري ولا لا تدوجي تخيل معايا دابا حنا مريحين معنا الدراري ونجيو نقصيو عنا وياك لا تجي حشوم دار خاصك تذوق الدراري يا صاحبي وخصو ياكل كلشي عشرة العشرة صافي ماشي مشكل مرحبا المهم نتوما الثلاثه ونزيدكم غادي يجيو عندو عندو كاع خلينا ما كانش ثلاثة الفوق ما يهضرش لا دارون مرحبا نوضي نوضك في الضو نوضي ولا زعبي تطرح حاط رزقك يا زعبي تتحرمنا كيفاش تفيد الضو عاوتاني تفيد الضو صافي غيبقى هكا خلي لي على الصغيرة صغيرة كيوت الحاج الله يحفظك خويا مسكين دي ضربتها مالا صوتي الحس الكابا الحاج باش يجيب لي مسكين 50 درهم حلال وما تيلحسوا كل شيء هذا انت اصلا كتعرف خواتاتي انا ما بيني وبين خواتاتك راه المغرب كامل عرفهم انت كتبقى حادي الطوموبيلات كتبقى تمسح في الطوموبيلات وما عرفتش خواتاتك شنو كيديروا في الدار حتى هما تيمسحوا حتى هما هما تيجيبوا صالح احسن من هذا عارف ما منا والو حيت خواتاتي مربين احسن تربيه الله يظلمتي يا صاحبي احسن تربيه مربين هما مربين تنقول ديما تجوج ولا اخرى فين هي هذيك ديما حاضيه لي بوحدها راه جوج شوف تدي بلاصه وحده تمشي تحضي وحده ترجع القضيه راه جازه صح والله من اليوم هذا هو كواني صافي كتبات هنا انت وكاين عطينا غير الفلوس حنا صافي هذه تهضر على الفلوس اش تدي تضيع راسك سيني السعوديه ولا القطر قلبي نعطيك انا اوكي ما شاء الله تشوف فيها كتشي 200 درهم هاك شي تيميشين دابا نقول عطاهم 400 درهم ودابا زادهم 400 درهم وزادهم دابا 400 الفلوس تشاير وشوف نشوفوش لا لا ما تحرمش الحرف انا وياك اخاي سيمو ما هنا ما تعطوناش تمام فيديو حنا تنديروه تنصوروه في ساعه ونوطيوه في نهار في الاخر كيجيب لك 100 درهم يطلع 400 درهم بس عليه في نص ساعه فكر ورد عليا اخي ما بقيتش غنفكر نديرو هاد البلان جيت تاكلي وتشربي وانا حرارت عليا الله اكبر شكون خويا انا خو ملي ما تاقوش فيه دابا شوف اخي سيمو هذا مشهد اليم خاصنا نتازمو هذا المستحيل على ودهم باش اي حاجه يجيبها لهم وفي الاخر كتدخلوا الرجاله للدار هذه السيد اللي درتو لوالدينا درت المستحيل على ودكم وانتم شنو درتو درتو دار